يا حبيبي بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا حسام، ربنا يتمم بخير. شكرا ماما، ربنا يخليكي ليا. شوف يا حسام بقى، انا كنت واعد خطيبتك بفازه لما تترقى يعني، بس دلوقتي بقى انا هاخدها معايا واديها لها بقى عشان الجواز، لان عندي الجواز احسن من الترقيه يا ست النقيه. اجمل احساس في الدنيا لما الام تحس ان ابنها بيتجوز. انا ما كنتش متخيله انها هبقى مبسوطه كده. ما تصدقهاش يا حسام، انت عارف مامتك زعلانه ليه؟ اصلا هتبقى يعني حماه وجدة ان شاء الله. عقبال بقى يا رب داليا عشان نرتاح انا وانت يا بابا. عقبالي في ايه بقى ان شاء الله؟ انا قاعده على قلبكم، انا زي الفراشة طايره على طول. طيب انا بقى هروح البس واجهز عشان اروح معاكم. كان نفسي تبقى معانا يا دودة. وانا والله كان نفسي اجي معاك يا سمسومة، بس اعمل ايه بقى؟ الرحله دي ما عرفتش اخلص منها. انت رايحه فين؟ انا طالعه دبي وهرجع بكره الصبح. بس تعرف يا حسام، انا بجد متفائله بالجوازه دي. ليه يا دل؟ عشان بابا رايح معاك. ربنا يستر. والله انا قلبي حاسس ان هو هيدينا بومبا ومش جاي. لا لا هيجي ان شاء الله. عارف بقى، انا حاسه ان ميرفت ربنا بعتها لنا عشان تلم شمل لنا من تاني. شمل ايه اللي بتتكلمي عنه؟ انت شفتي البتاع اللي متجوزها دي؟ ابوكي خلاص خرف، لكن نعمل ايه؟ لازم ناخده معانا. لا كرافتات لا، بتخنق يا ابني. دول ناس لواقات ودي اول مره نزورهم، لازم بقى نزورهم رسمي. رسمي اكتر من كده؟ قميص ابيض، بدله غامقه، جزمه كلاسيك، كل اللبس اللي بكرهه عامة. يا رب بس يتمر في حسام افندي ويبطل قله ادبه على ابوه. اديني رايح اقف جنبه واختار له اهو. ايوه يا شهير، ايه الاخبار؟ لسه ما ولدتش؟ طب هي عامله ايه، كويسه؟ طيب وصل. طيب يلا سلام. معلش يا جماعه، المدام بتعتذر لكم، بنت كبيره بتولد وهي معاها في المستشفى. ربنا يتمم بخير وتقوم بالسلامه باذن الله. الف مبروك مقدما، وعقبال بقى كده ميرفت وحسام. اهلا اهلا سياده المستشار. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، اتفضلي يا مدام. مبروك يا هاب. اهلا اهلا وسهلا. سياده المستشار جمال فخر الدين. اهلا وسهلا. محافظ الوادي الجديد سابقا واخويا. مدام. اهلا وسهلا. منير بيه. اهلا وسهلا. نقيب حسام، فوزيه أهلاً. هانم. اهلا يا فندم. اتفضل. اهلا يا فندم. يا اهلا. ايه؟ حمادة بيه تأخر يعني. الغايب حجته معاه. وبعدين الشوارع اليومين دول زحمه قوي بشكل فظيع، ولا ايه رايك يا سياده اللواء؟ والله ليك حق يا منير بيه، احنا ساكنين في مصر الجديده دي من السبعينات، كنا نقعد نعد العربيات من قلتها. احنا جايين لسيادة اللواء ايهاب. طب نتشرف باسم سعادتك؟ حمادة عز. يا فندم انا عندي خبر، ممكن حضرتك تسيب العربية واحنا نتكلم. تعال يا انجي. اهلا 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 حبيبتي. انجي اول حفيدة في العيلة، عشان كده مدلقها شوية واخدة حقوقها. دي بنتي الكبيرة. سلمي على عمك. يلا سلمي على عمك وعلى طنط. اهلا. أنا ما كنتش مصدق المثل اللي بيقولوه أعز الولد ولد الولد، بس بقى لما فوزية بنتي خلفت حسام، تخيلوا أن أنا معزة حسام بقت عندي أكتر من معزة فوزية مليون مرة. ما تزعليش، ما تزعليش يا فوزية. حمادة بيه وصل، ونونة هانم كمان. مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا حمادة بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيدي، ربنا يتمم بخير. ماما نونة والدتي. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفت. تفضل. اهلا اهلا وسهلا. يا اختي يا حلوة، يا اختي على الكميلة الأمورة دي، الطعمة دي. لا انا عايزه حضن كبير قوي لماما نونه. الله بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده،
ربنا يحميها ويبارك لكم فيها يا رب. خدي بقى حبيبتي، شوفي الشوكولاتايه دي من ماما نونة. ميرسي يا ماما نونة. ميرسي ليك انت يا قمر، ربنا يحميها ويبارك لكم فيها يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الاداء والتربيه العاليه دي يا ايهاب باشا؟ واضح بقى انك انت مربي حفيدتك تربيه ميري. والله يا منير، بيني وما بينك مفيش احسن من التربيه الميري. الحزم والشده افضل وسائل التربيه قاطبه. اديك شايف الدنيا باظت بسبب التربيه الحديثه. كل عظماء مصر تخرجوا من الكتاب من تحت الفلك. العقاب احيانا بيبقى افضل وسيله لتحويل مصاري الانسان. مش حماده بيه برضه متفق معايا في الراي ده؟ اه طبعا طبعا يا هبي، العقاب والصواب هم اساس التربيه. انا وشهيره مراتي اتفقنا ان انا ابقى الضابط بره البيت وهي الضابط جوه البيت. عشان كده ربت بنتي ميرفت تربيه عسكريه صارمه. ما شاء الله ما شاء الله. عمري ميرفت ما قالت لي اروح لواحده صاحبتي، او قالت عايز اطلع رحله يا بابا. التزام تام. لو عايزه تشوف صاحبتها تشوفهم هنا في البيت تحت عينينا. احيانا الاصحاب هم اللي بيبوظوا بعض، مش كده برضه حماده بيه؟ بالظبط. انا رايي ان الاب لازم يعرف اصحاب اولاده بالاسم واحد واحد. يعني انا مثلا مع حسام. الكلام اللي انت قلته ده يا إيهاب باشا كانك بتوصف تربيه حسام بالظبط. انا حسام من يوم اتولد وانا مسميه الضابط حسام. ضبط وربط، اداء عالي، تمكن عضلي وعصبي، سيطرة كاملة على تصرفاته. انت معايا يا إيهاب باشا؟ طبعا طبعا. انجي وانت اسمك ايه؟ اسم حماد. اسمك حلو قوي يا انجي. الحقيقة احنا جينا النهاردة يا جماعة وعندنا عشم كبير انكم ما ترفضوش طلبنا. اسمحولي ان انا اتكلم بصفتي يعني اكبركم سنا مش مقاما. العفو منير بيه، المقامات محفوظة برضو، وبعدين احنا عندنا في الميري الادمية لا اعتبارها. وعلى العموم حسام ده حفيدي صحيح، هو ابن الأستاذ حمادة، بس أنا بعتبره ابني أنا. لا مؤاخذة يا أستاذ حمادة، ده ما يقللش أبدا دورك في حياة حسام كأب إطلاقا. خلاص كده، المشكلة كانت في السلك ده. بعد ما ظبطته هاتي بقى المظلة دي تتحط هنا أهو. لو شغلنا القرن دلوقتي تشتغل على طول أهو. يابا حلوة. خليك معانا حماده بيه، واضح ان انجي واخداك مننا خالص. اصل حماده يحب الاطفال قوي قوي. سيب اللعبه دي دلوقتي يا حماده. انا بشغلها اهو ماما. سيبها هي تشغلها. خد شغليها انت. احنا كنا بنقول ايه؟ من محاسن الصدف ان بنتك ميرفت كانت بتبقى رايحه جايه عندي في الجاليري من أكتر من سنة تقريبا، وأنا اعتبرتها إنها زي بنتي. شوف الصدف بقى لما ربنا بقى بيريد. فعلا اللقاء نصيب. إيه رأيك يا ست اللواء بقى؟ فعلا كلامك مظبوط يا منير بيه. أي لا، أصل إنجي كانت بتلعب في ال واضح إن المهنة بتغلب على صاحبها يا حمادة بيه. ايوه فاهم، اصل اللعب دي بتبوظ بصوره غريبه، دي صناعه صيني. انا متهيألي والله هم متعمدين يعملوها بالشكل ده، تبقى استهلاكيه عشان يدوروا راس المال بسرعه. مع اننا والله عندنا هنا عقول تعمل احسن من دي مليون مره، بس بنستسهل. وكمان بالنسبه للتربيه يا استاذ اللواء، برضه في لعب الاطفال لازم ياخدوا بالهم من الموضوع ده. يعني عاملين عروسه جديده اسمها داتسي، كل الاطفال اتهبلوا عليها. دي عندي يا انكل. عند انجي، رغم انها تربويا بقى يا فندم مثال سيء لاي بنت،
مكياج صارخ، لبس محزق وعريان. عندك انجي؟ هاتيها عشان يتفرجوا عليك. مش وقته يا حماده ده. يبص عليها بص يا ماما. بلاش دلوقتي يا انجي، خليها بعدين. احنا كنا بنقول ايه؟ ايوه احنا جايين نطلب ايد الانسه ميرفت لابننا حسام. الحقيقه النقيب حسام انا استقبلته اول ما اتخرج من كليه الشرطه وتمسكت بيه لانه كان ضابط كويس وخدم معايا في اكتر من موقع. الحقيقه كان نموذج للضابط الراجل اللي اعتمد عليه. دي شهاده نعتز بيها جدا يا سياده اللواء. معالي الباشا انا اتعلمت من معاليك كتير، كلنا تلامذه معاليك يا معالي الباشا. اهي العروسه وصلت. مبتذله جدا، مكياج صارخ ولبس محزق اخر مره. حماده ميرفت عروسه حسام. لا مؤاخذه مدمزيل، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا أم؟ الله يسلمك يا حبيبتي، اتفضل. اهلا وسهلا. ازيك يا ماما؟ الف مبروك. اهلا حبيبتي. اهلا. بسم الله ما شاء الله يا سياده اللواء، زي القمر. بسم الله ما شاء الله. اتاري حسام ده طلع ايه؟ عفريت بصحيح، مع انه ما يبانش عليه، طول عمره في حاله، لا عمل كده ولا كده. لا يا حماده لا، اصل عنده السكر والدكتور منعه من الحاجه الحلوه. طبعا انا بقول بقى يعني خير البر عاجله. مش بقى نقرا الفاتحه؟ ما تيجي بقى عشان اوريك لعب. استني بس انجي لما نقرا الفاتحه الاول. اللي يشوف حماده بيه ما يقولش انه باباك ابدا. يا سلام. اللي يشوفك وانت بتشخط وتنطر في العساكر ما يقولش انه باباك بالحنيه دي. ايوه معلش. اصل حماده بقى حنين ويحب الاطفال قوي قوي. ما تتصورش بقى حسام لما كان قد انجي صبر عليها شاف دلع من ابوه ده ما حدش شافه في الدنيا. هو اكل حماده مش هيجي ياكل معانا ولا ايه يا بابا؟ حماده بيه ساعتك مش هتيجي تاكل معانا ولا ايه؟ دقيقة واحدة. استنى انت رايح فين؟ طب ماما منونة ممكن تعملي لنا سندوتشات. انا عايزة ساندوتش برجر. وانا كمان يا ماما. يلا احنا كنا وصلنا لغاية فين يا انجي؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت جاي تهزقنا. شفت فوزية؟ بيزعقلي اهو. جزائي ان انا جاي اخطب له. تخطب لي؟ هو انت لطقت ولا قلت كلمة؟ عمال يلعب مع البنت الصغيره وساب سياده اللي هو عمال يتكلم معاه ما بتردش عليه. الراجل يقول علينا ايه؟ عيب كده يا حسام ما يصحش. طب ودي اللي جاي لك؟ لا كاتب كتاب ولا فرحه. اسمع، دي اخر مره هتشوفني فيها، انسى خالص ان ليك ابن اسمه حسام. يا حسام ما يصحش تعلي صوتك وانت في الشارع.